السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي. اليوم إن شاء الله نقترح عليكم ثلاثة ديال الوصفات لوجبة الفطور لوليدات صغار كيف ما طلبتوا مني. أتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم، وما تنسوش بأن في هذا الفيديو هذا الوصفة الأولى وجدتها بدون سكر كيف ما طلبتوا مني. فهنا المقادير ديال الوصفه الاولى اللي بدون سكر، ولكن الوصفات الاخرين نراها فيهم ماده يعني فيهم الحلاوه. فهنا غنحتاجوا جوج ديال الكيسان ديال دقيق الشعير، ونص كاس ديال الزنجلان اللي هو حبوب السمسم، نصف كاس ديال الماء، زيت الزيتون حتى هو نصف كاس يعني تقريبا 50 غرام، ونص كاس هنا ديال الخروب هو اللي غنحليو به الحلوى. وهنا عندنا كاس ديال الكاوكاو يعني تقريبا 100 غرام ديال الكاوكاو محمص ومطحون يعني على شكل عجينه كطحنوه حتى كيولي عجينه. وعندنا القرفه والملحه، وهنا الخميره البلديه، الا ما عندكمش خميره بلديه استغناو عليها. هنا غدا ناخذ دقيق الشعير اللي كيكون مغربل، الا كان ما مطحونش مزيان حاولوا تعودوه في الطحين باش هكذا كيجي رطب في هاد. غنديروا بحال شكل السيريال اللي كيتباع، غير هو غادي يكون صنع منزلي غيكون مكونات صحيه. صافي هنا كناخذ جميع المكونات وغنحاول نلبس هذوك الحبيبات ديال الدقيق بزيت الزيتون والكاوكاو. الكاوكاو كطحنوه حتى كيولي اما كاوكاو اما اللوز، الا كانت عندكم الحساسيه ديال اللوز استغناو عليه، الا كان عندكم حساسيه ديال الكاوكاو استغناو عليهم بزوج، وممكن تعوضوهم بشي ياغورت ديال الماعز ولا شي كومبوت ديال التفاح. صافي هنا من بعد ما خلطت كل شيء فغدا نزيد الماء الخميرة البلدية، ومن بعد غنجمع بالماء. خميرة بلدية غدا ناخد ملعقتين. ملي غنجمع العجينة بالماء فممكن في هذه المرحلة هذه نخليها ترتاح يعني حتى تخمر، خليها حتى الوقت آخر عاد نوجدها. هنا هذا النهار أنا ما كانش عندي الوقت فزربت دغيا وجدتها، فعادة كنخليها يعني كنوجدها وكندخلها اما الثلاجة اما كندخلها الفران يعني على حسب يعني الفران مطفي بطبيعة الحال حتى كنبغيها، وعاد كنجبدها وكنخدمها. ما كيوقع لها حتى شي حاجة ملي كتكون الخميرة البلدية، هي مادة حافظة الخميرة البلدية، لا في الثلاجة لا في خارج الثلاجة. يعني الا كان المطبخ سخون كندخلو للثلاجة، ما كانش المطبخ سخون كنخليوها غير في المطبخ حتى كنبغيوها وتبان لينا خمرات وعاد نخدمو بها. صافي هنا كنرشوا الماء بشويه بشويه، يتقدر تحتاجوا اكثر من نص كاس ديال الماء لان الشعير بعض المرات حتى يشرب الماء، فالا احتاجيتو كتبقى ترشوا غير شي شويش باش ما تجراش ليكم. المهم هي العجينه تتكون رطبه وفي نفس الوقت قابطه راسها، وهي راه كتبقى تفزر، راكم عارفين بان الشعير كيبقى يتفزر يعني العجينه كتبقى تقطع. صافي هنا عندكم زوج ديال الطرق يعني تختاروا اللي بغيتوا، اما غدا تشكلوهم هكذا على شكل كويرات ومن بعد غتضغطوا عليهم واحد شويه بيديكم، ولا تخليهم هكذا نيت على شكل كويرات هكذا كنديروا بحال تقريبا سيريال اللي كيتباع. وهنا غدا نقطعهم غير هكذا، هنا هاد الطريقه هي اللي جاتني سهله في هذا، فكل خدمته بهاد الطريقه هذه. ومن بعد كنقاد غير شويه بيديه بحال شكل الكعيكات صغيورين ديال العاشوره. غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل كل شيء باش ما نطولش عليكم. من بعد انا مع كنت مشعل الفران لانني كنت كنطيب شيء كنت خدامه به، فقلت غدا ندخل هاد شويه يطيب بما يعني باش ما يبقاش خاوي بما وجدت بقيه ديال العجينه. بالنسبه لدرجه الحراره ديال الفران 160، ما تجهدوش بزاف باش يبقى باش يجينا مقرمش، لان غنزيدو عليه الحليب نتناولوه ان شاء الله مع الحليب. فبالنسبه لهاد بزاف 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 ديال الطلبات على وصفات بدون سكر، انا غنحاول مره ننزل لكم وصفات بدون سكر، ولكن ما عنديش ما نقدرش نكتب بانها كتعالج هذا ولا نكتب بانها صالحه لهذا المرض،
كنتمنى تفهموا مني هاد، يعني نفضل اني نكتب بدون سكر، فادخلوا شوفوا الا كانت الوصفه تناسبكم، وانا مفكره فيها مزيان هاد الوصفه، كنظن بانها كتناسب بزاف ديال الناس. فإلا بغيتوا بالنسبه للناس اللي عندهم الحق ياخذوا السكر فممكن تزيدوا فيها السكر. بالنسبه للحليب ما وريتكمش الطريقه ديالو، انا درت الحليب ديال اللوز هذا النهار، لان عندي في القناه فيديو فيه 4 ديال الانواع ديال الحليب، فممكن توجدوا الحليب اللي بغيتوا على حسب يعني، ولا ممكن يتناولوه مع حليب ديال الماعز او حليب ديال النعجه اللي هو البغوبي. صافي، هنا كنزيد شويه ديال اللوز محمر، وتقدروا تزيدوا شويه ديال الزبيب، تقدروا وهاد هاد الميني بيسكوي صغيورين او السيريال، معرفش كيفاش غنسميوهم، ممكن يبقاو عندكم حتى 15 يوم في علبه تكون محكمه الاغلاق. بالنسبه للبسكويت الثاني غنحتاجوا زريعه الكتان، ملعقتين ديال الكاكاو عامرين، وعندنا دقيق ديال الحمص، وعندنا اللوز محمر ومطحون تقريبا 100 غرام، يعني الكاس كيف شفتوا راه عامر ولكن مع معجنه، يعني طحنت حتى ولا على شكل عجين. وعندنا كاس ديال الماء وثلاثة ديال المعالق ديال زريعه الكتان. بالنسبه لزريعه الكتان هي اللي غادا تكون الدور ديالها باش غتجمع لينا هذا العجين هذا، ممكن تعوضوها ببيضه او بالبسيليوم او بحبوب شيا. غنزيدوا ليها الماء ونخليوها حتى تطلق مزيان، وهي اللي غادا يعني كتشرب مزيان داك الماء، وهي اللي غادا تجمع لينا ان شاء الله. نخليوها على جنب وغادا نخلطوا النواشف مع بعضهم، هنا اللوز المحمر اللي ممكن تعوضوه بالكاوكاو الا بغيتو، ممكن تعوضوه بجوز الهند ولكن كطحنوه. وهنا غنزيدو بالنسبه للحمص، المذاق ديالو كيكون قوي في الحلو، في المالح كيجي مزيان، ما كاين حتى شي مشكل، كديروا ليه الشرموله اللي درتو ليه كيجي زوين. هنا غادا نزيد ملعقه ديال كيف شفتوا راني زدت ملعقه ديال زيت جوز الهند، اللي ممكن تعوضوها بزيت الزيتون الا بغيتو، وزدت حتى التمر باش نحلي هذه الوصفه هذه. وهنا زريعه الكتان ولات على شكل عجين، هي اللي غادا تجمع لينا. بالنسبه للتمر القياس ديالو يعني ممكن ديروا 100 غرام او اكثر، يعني على حسب الذوق ديالكم، ممكن ديروا اي محلى اي حاجه بغيتوا تحليو بها كتجي مزيانه في هذا البسكوي. والمليحه بالنسبه لزيت جوز الهند كيعطينا واحد القرمشه لهذا البسكوي، كيجي زوين. الا بغيتو بما ان فيه دقيق الحمص فمبغيتش نزيد زيت الزيتون، يعني فضلت يجي معاه حسن زيت جوز الهند. فإلا ما توفرتوش عليه ممكن ديروا زيت الزيتون، ولكن حاولوا تزيدوا شي نكهه اخرى، يعني تحكوا هكذا الحامض او البرتقال، خاصه قشور ديال البرتقال، يعني مبشور برتقال غادي كيجي مع هذه الوصفه بزاف. صافي، هنا غنحاولوا باش نغطيو على المذاق ديال الحمص. هنا كندهنوا يدينا وكنحاولوا نشكلوا كويرات، هي العجينه تجي شويه رطبه كيف شفتوا، كتجي يعني كتلصق، فانا غنديرهم هنا على شكل كويرات. وحتى هاد الوصفه هذه ممكن ديروا بها ديروها على شكل سيريال، يعني بحال الوصفه الاولى، غير هنا انا غنديرهم على شكل بسكويت صغيورين كيتلاصقوا بالعسل، كيجيو زوينين بزاف بزاف. هنا كندوزهم في الزنجلان ممكن او حبوب السمسم، ممكن ندوزوهم حتى في دقيق ديال جوز الهند او مبشور جوز الهند اللي هو الكوك، او في اللوز فاش ما بغيتو، كيزيد مذاق ولذة وحتى في المنظر كيجي زوين. صافي، هنا كنبسطهم غير شويه، انا اختاريت نديرهم صغيورين، نتوما يعني كيف ما بغيتو تقدروا ديرهم كبيبرين شويه الا بغيتو، او ديرهم صغار من هكذا كيجيو، تقدروا تناولوهم مع الحليب تا هما، يعني تعطيهم الوليدات تفطروا به مع الصباح، كتزيدوا معاهم شريحه تمار اي حاجه موجوده عندكم. دخلتهم الفران حتى هما نفس الطريقه، يعني 160 درجه كنشعل الفرفاره من التحت ومن الفوق، تقريبا 4 ساعه 20 دقيقه كيوجدوا، لان فيهم التمر هادو كيتحمروا بسرعه، كيجيو مقرمشين
شفتوا كي كيجيو من الداخل. صافي انا غدا كل وحده غدا ناخذ العسل، العسل يكون ثقيل ما يكونش خفيف، الا كان خفيف ما كيقبطهاش ليكم. فممكن تاخذوا جوز الهند تذوبوه تخلطوه مع دابا الحل بارد، تخلطوه مع الكاكاو، ديروا شويه العسل وهما اللي تقبطوا بهم هاد الحليوات، او تخليهم غير هكذاك الا حليتوهم مزيان تخليهم غير هكذاك. انا راه كانوا شويه مستوسين. كيجيو حلوين في المنظر وفي المذاق. بالنسبه اللي ما مولفش على دقيق الحمص قدر يحس بالمذاق ديالو. فداكشي باش عادلنا، يعني درنا نص اللوز ونص نص حمص بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الحق ياكلوا الجلوتين. يعني كنحاول ما امكن انني نلبي الطلبات اللي كتكرر. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفات ينفعوكم، واللي يطلب مني الوصفه نتمنى يشوف الفيديو. هنا غدا نوجد واحد الاقتراح ثالث للفطور. هنا عندنا كاس ديال هذه معروفه، هاد الوصفه هذه غنذكركم بها، كاس ديال الرز، داك الرز اللي كيكون دائري. كنرقدو واحد شويه على الاقل واحد نص ساعه كنتخلص من الماء ديالو، ومن بعد كنزيد هنا ثلاثة ديال الكيسان ديال الماء وكنديرو يطيب وكنخليه حتى كيشرب داك الماء. من الاحسن هذا الرز هذا طيبو على نار هادئه. اللي كنزيد فيه انا هو كنكهو بالقرفه بالباديان وبواحد القرنفله، غير عويد هكذا ديال القرنفل. شفتوا القرنفل الهيل والباديان. صافي من بعد ما طاب كان حتى كيشرب، يعني كيشرب الماء مزيان ما كيبقاش فيه الماء، كنزيد ليه معلقه ديال الزبيده، معلقه صغيره يعني الزبده تكون حيوانيه، وكنزيد شويه المليحه. مليحه تقدروا تزيدوها في السليق الا بغيتوا. وهنا غدا نحلي انا بالعسل الحر، يعني حتى كنطفي عليه عاد كنزيد واحد المعلقه ديال العسل الحر. وهاد الوصفه راكم عارفين، يعني ممكن تاكلوها اما هكذا سخونه، اما كديروها في الكيسان وكتخليوها تتبرد وكتدخلوها الثلاجه. انا هنا غنزيد ليها حليب اللي وجدت ديال اللوز، يعني حتى كنزلوها من على النار عاد كنزيدوا لها حليب اللوز، لان حليب اللوز كيتكلل حتى هو الا سخن بزاف. عندنا الحق غير ندفيوه واحد شويه، الا فات واحد درجه الحراره كيتكلل، يعني عن تجربه، لان حتى هو ممكن نوجدوا به الجبن. صافي هنا كنزيد قطعت واحد شويه ديال الشريحه، نتوما تقدروا تزيدوا ديروا الزبيب، تقدروا ديروا داكشي اللي بغيتوا. عندي شويه اللوز محمر ومقطع، يعني المكسرات اللي عندكم. وهو فاش كيدار في الثلاجه كيجمد، وحليب ديال اللوز كيجي معاه زوين. صافي من بعد غدا نزين ان شاء الله بشويه ديال القرفه من الفوق. يعني ممكن توجد في الليل هاد الوصفه، تغطيوها وديروها في الثلاجه. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، والى فيديو جديد ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.